السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم في قناتكم، قناة طرق الأمن السيارات، معكم محمد جمال. إن شاء الله المرمى دي مهمة جدا لكل الناس بصراحة، مش فنيين بس، لا فنيين وأصحاب عربيات. إن شاء الله فيها شوية نقط مهمة جدا، دهان العربية والحفاظ عليها والعوامل اللي بتخلي العربية دهانها يعني يطول معاك ويكون عمره الافتراضي يعني باذن الله كويس. احنا هنا معانا نعتمد على بركه الله ندخل في الشغل كده اهون. احنا معانا دلوقتي قطع غيار جديده زي ما احنا شايفين كده اهون، معانا الرفرف، ادي الرفرف بندي له حاجه اسمها ويت ان ويت او طري على طري، واللي مش عارف طري على طري ده والكبوت نفس الكلام، خارج طري على طري فوق القلبو يعني اللي كان موجود ده اللي هو الاسود ده القلبو اللي هو البطانه بتاعه الصاج نفسها اللي هو بيعادل الوش برايمر نزلنا بيه فوق، بيكون موجود على الصرف الاصل. وبعد كده احنا بننزل بالويت ان ويت اللي هو الفيلر الطري على طري نون ساندنج، ما بيتسحقش حاجه، لازم ضروري جدا تنزل فوق الويت ان ويت. طب هينفع ننزل لون فوق الحاجات ده؟ ينفع، ولكن مش هتكون حققت انت الغرض الطبيعي بتاع العربيه يعني بفابريكتها. كانت يعني الاكسرام ده على فكره واخد برايمر بلاستيك 1 كي اب، ده طري على طري برضه للعلم، هو الفيلر اللي نزلنا بيه على الصوب، ولكن ما ينفعش ينزل على الاكسرام صريح. الاكسرام واخد برايمر بلاستيك 1 كي لمنع الاكسرام، تمام؟ وممكن تنزل برايمر بلاستيك 2 كي لمنع تقشير الاكسرام برضه، وفي نفس الوقت يعني بيحسن معاك التماسك وافضل من البرايمر البلاستيك ال 1 كي. فاحنا هنا اهون هنراجع كده على اللي احنا عملناه سريع. معانا طهرنا العربيه ونفضنا كل حاجه وقطع الغيار الجديده دي، اديناها ويت اون ويت، والاكسرام اللي احنا شايفينه دون البلاستيك دون لازم ياخد برايمر خاص بيه عشان ما يقل، لان ده جلد عشان ما يقشرش. فاحنا عملنا ايه؟ نزلنا بالبرايمر البلاستيك ال 1 كي اللي هو الشفاف، بس ما جبناهوش، ما كانش ما جبناهوش دلوقتي. وبعد كده هو نزلنا ببرايمر اللي هو الويت ان ويت اللي هو بتاع الكبوت والرفر زي ما احنا شايفين، مفيش اي مشاكل. دون اول وش لون معانا اللي هو البيس كوت، وللعلم برضك يا رجاله المسدس اللي هو بنرش بيه الويت ان ويت هو نفس المسدس اللي بنرش بيه اللون واحد وثلاثه زيه، زي البويه يعني، عشان خاطر يطلع لنا حبايه الفيلر اللي هو ما بيتسحقش ناعمه وكويسه، عشان لما ننزل باللون ما يعملش حاجه. هنا احنا طبعا معانا الكبوت، احنا عشان خاطر اتصرف ايديكم خدنا الكبوت ورشيناه من جوه وبنادي، ودلوقتي بنرش الكبوت من بره. على فكره الكبوت متعلق على الحامل زي ما احنا شايفين، في نقطه هنعملها مهمه جدا علشان خاطر ايه نكون مركزين مع بعض كده اهون. تبدا برش الكبوت من جوه الاول، تمام؟ تبدا برش الكبوت في اول وش او في ثاني وش، وتخلي دايما الوش الاخير من بره. ليه؟ عشان خاطر لو في عفره انت يعني هنفرض ان انت رشيت من بره، تيجي ترش من جوه ممكن عفره تطلع منك على الكبوت او حاجه، يكون مش دون افضل حاجه يعني. وهنا الاكسرام نزلنا بيه بردك البيس كود بتاعنا المرمى ده، على فكره مهمه جدا جنان، فيا ريت نتابعها عشان خاطر فيها شويه نقط مهمه بصراحه. هننزل على البليندنج دلوقتي والقصه بتاعتنا اللي احنا عارفينها. فاحنا هنا نزلنا باول وش لون على الاكسرامات، ومهم جدا تقلب المسدس عند الشفاف زي ما احنا شايفين كده اهو، عشان خاطر لما الاكسرام يتجمع ناخد طبعا بردك زي ما احنا شايفين كده اهو الاكسدام من تحت، بناخد الاكسرام من تحت الاول بعد كده الوش بتاع الاكسدام. ونفس الكلام ده في البويه، ونفس الكلام في الورنيش، وهيفرق معاك اكتر في الورنيش وفي البويه لو الجو حر. ليه؟ لان انت ممكن ترش ونفس الكلام ده على الكبوت وهو متعلق على الحامل، لو رشيت من بره بعد كده تيجي من جوه والجو سخن الكبوت من بره ينشف، العفره تطلع عليه ممكن تعمل لك خشانه او حاجه. بنفس الكلام من هون برضك على الاكسدام، خدنا الحروف من تحت الاول، بعد كده هو خدنا الاكسدام من بره والمرايات بتاعته زي ما احنا شايفين بالمزانير بتاعته 100 100 وكل حاجه. وبعد كده هو ننزل بتاني وش، لازم ضروري نراعي الفلاش تايم اللي هو زمن تطاير التونر من الماده، سواء في البويه او في البرايمر البلاستيك ال 1 كي او ال 2 كي والورنيش، لان كل دون بيأثر على العربيه بعد كده هون بعد السخن. ولو مشاكلها ما ظهرتش في ساعتها والحاجات دي فضلت موجوده جوه ممكن تظهر بعد يومين وثلاثه وبعد اسبوع كمان، لان كيميا بتكون لسه جوه الماده شغاله يعني. هنا معانا دون بناخد اول الرفرف كروم، بناخد الجزء بتاع الرفرف ان هو من عند الاكسدام والباب زي ما احنا شفنا، خدنا اول وش زي ما فيش اي مشاكل خالص عادي، خدنا اول وش كرون من غير بلند من غير بياندر، تمام؟ معكش البياندر بردك ده حلقه مشروحه هتلاقوها ان شاء الله في الوصف، يعني ايه بياندر ويعني ايه بلندنج.
البليندنج والبودر بيقوموا زي واحد. لو انت جراء لازم بعد اول وش لون، لو معاك بليندنج بليندنج ممكن تنزل بالبليندنج بعد كده باللون مش ضروري، لكن احنا خاطر متوفر معانا دلوقتي بنشتغل على البيندر عشان خاطر لو حد معهوش بليندنج او حاجه نعرفه اطراء ازاي. تنزل اول وش لون وبعد كده بليندنج اللي احنا شايفينه اهو، بعد كده بص ده المسدس بتاع اللون بقى، يعني معانا مسدسين على فكره، واحد للبليندنج وواحد للون. نزلنا على الرفرف باول وش لون، وبعد كده جبنا جاف الوش جاف، وبعد كده جبنا البليندنج. لازم التجراء مهم جدا على فكره قبل تاني وش لون اهو. بننزل كده ده مسدس البياندر او البليندنج، تمام زي ما احنا شايفين كده. هو البياندر علشان خاطر بيجف بسرعه فاحنا بنخليه مع مرحله تاني وش من اللون، لانك لو نزلت بالبياندر قبل ما تنزل اول وش لون هتنزل بيه وهينزل اول وش لون تمام تمام كده اهو. هتيجي بقى تنزل تاني وش لون البياندر هيكون جاف فقد الوظيفه بتاعته، فانت بتنزل اول وش على الشغل اللي انت عايزه عادي، وعايز بقى تاخد الباب منه فيه، يعني انت معاك الرفرف والباب هتاخدهم منهم فيهم، فبتاخد حرفهم على قدهم الاول باللون، ومش هيفرق بقى معاك لو في ايه عمل سواد او حاجه او عفر الدهان، لان انت كده كده لسه هتشيل بالتجراء وتنزل بالبياندر بقى. ده مش متوفر معاك بلندنج، ده وش تاني وش لون على فكره بالبسكوت بعد ما التينر طار والدهان مط وجف. فانت بتنزل بعد ما نزلت اول وش لون بتنزل بقى بالبياندر، بيكون اللون جاف بعد ما تدي التجراء، وبعد البياندر تبدا تنزل بتاني وش لون اللي هو وش التقفيل على البياندر وهو طري تمام. الكبوت ده على فكره احنا هنقلبه دلوقتي، مش هنرشه على وضعه ابويا ورنيش ده، هو بعد ما نخلصه ابويا هنخلص هنقفل الكبوت دوت ورنيش، يعني هنديه الاول وش ورنيش وفي تاني وش ورنيش هنبدا اللي احنا نقلب الكبوت عشان خاطر الكبوت يبدا ان هو ياخد الشكل الطبيعي بتاعه وهو بيترش بردك في المصنع عشان خاطر تكون عامل شغل زي الفابريكا تمام. فاحنا بننزل ليه نزلنا بالويت نقول بردك في الاول يا رجاله عشان خاطر اخواننا اللي مش عارفين، لان انت لو نزلت باللون انت كده هيكون عندك فقد في ماده انت ما حطيتهاش، لان في المصنع في الفابريكا بينزلوا بالوش برايمر او الالبو اللي هو الاسود اللي احنا شفناه، شايفين الرايه عامله ازاي والمسدس على مهله رجاله، وبننزل نرص البويه رص عشان خاطر ما تبقاش معانا، لازم البويه تكون نازله بتلمع معاك تمام يا رجاله، وتدي ايه وش خفيف، تبعد ايدك كده هون وتدي الوش الخفيف بتاعك وخلاص، وحسب بردك البويه بتاعتك بتترش ازاي، يعني المورد بيقول لك او المصنع بيقول لك رشها ازاي. فانت عندك في المصنع دون الورنيش يا رجاله، ورنيش بمسدس خاص بالورنيش. بص يا رجاله احنا بنطلع عشان خاطر التسهيل وكده، بصوا بنطلع بالمسدس بره القطعه ازاي وبنرجع نخش جوه القطعه تاني، ما نروحش نقف في نص القطعه يا رجاله، هنبدا اول وش ورنيش ونفس الكلام ده هنعمله في بقيه الاجزاء. ففي المصنع يا رجاله العربيه بتكون واخده اول حاجه البو، وبعد الالبو برايمر تاني، وبعد البرايمر اللون اللي هو البسكوت، وبعد كده الكلير كوت او الجيلاتين او الورنيش. فاحنا عندنا الرفرف دلوقتي جاي واخد الالبو بتاعه، هينفع ندي لون؟ لا، فين ماده البرايمر اللي هي في الفابريكا؟ بننزل بقى ببرايمر اللي هو ما بتصنفرش النون ساندنج، لا لان هو برضك في المصنع ما بتصنفرش، بينزلوا كله حاجات ما تصنفرش فوق بعضها، فبننزل بالبرايمر دون، بننزل بالبرايمر دون علشان خاطر يعوض لنا الماده اللي هي في المصنع اللي هو البرايمر اللي هو الويت اون ويت اللي احنا بننزله. يبقى احنا نزلنا كده بالاربع طبقات سليم، الوش برايمر هو جاي واخد وش برايمر او البو، احنا بننزل بالويت اون ويت، وبعد كده هو بننزل بالبيسكوت، وبعد كده بالورنيش. كده احنا عملنا اربع طبقات وعملنا نفس السيكنس والميكرون بتاع البويه بتاعه المصنع. وهنا برضك نفس الكلام على الاكسرام، بننزل اول وش ورنيش كده اهو زي ما احنا شايفين تمام كده اهو يا رجاله. طبعا بناخد المزانق والمرايات زي ما احنا شايفين كده اهو. ده اول وش على فكره، احنا ممكن ما كنش بنركز على نقط معينه او حاجه، دون اول وش، يعني في اماكن في اول وش تحاول اللي انت تتلاشاها زي الحروف وكلام من ده عشان خاطر ما يحصلش معاك تخزين يعني او كلام من ده، ولو انت ومهارتك برضه دون بردك الرفرف اللي هو متاخد منه فيه، كان فيه شغل في حرف الرفرف وحرف الاصطدام خدناهم على البليندنج وشرحنا البليندنج والبياندر والويت ان ويت اللي هو الطريق على طريق، كل دون الحلقات هتلاقيها في الوصف مشروحه بالتفصيل. هنا احنا جايبين، احنا عايزين نقطع على الرجاله بردك نقطه عشان خاطر الناس اللي بترش من تحت لفوق ومن فوق لتحت، الموضوع مش هيفرق كتير ولكن لو في افضليه هتكون من تحت لفوق
هتكون من تحت الفار الجلى زي ما احنا ماشيين كده اهون، تخليك يعني عكس الجاذبيه الورنيش وهو نازل انت تطلع. هو الموضوع مش هيفرق يعني، ولكن عشان خاطر تكون عارف برضك المعلومه، وعلشان خاطر العفره بتاعتك وانت بتجيب من تحت لفوق ماشي، اخر قفله مسدسك اللي هي المرايه الصح هتكون من فوق بالمسدس، فهدي هتكون ليها الافضليه، لان احنا عارفين في العربيات بيكون في مراتب، فدايما بتكون الافضليه لجسم العربيه، السقف، المسطحات، مش عارف ايه اللي هتبقى. حتى انت ممكن هنا زي ما احنا شايفين جروب نطلع ونخش بره القطع، معظم العربيات في العالم وارد جدا تلاقي في الاعتاب من تحت في الدواخل، ممكن تلاقي دستايه او حاجه او كلام من ده دون، لكن صعب انك تلاقيها في جسم العربيه من بره، لان جسم العربيه من بره بيكون واخد اهتمام دايما اكتر، وده في اي حاجه على فكره يعني، في الحياه يعني كتير. زي ما احنا شايفين كده، هو احنا قلبنا الكابوت بقى في تاني وش ورنيش في تقفيل الورنيش. بصوا يا رجاله، المسدس بيطلع بره الكابوت ويرجع يدخل جوه الكابوت تاني. بصوا يا رجاله، ماشيين بنظام، طلع بره الكابوت عشان خاطر وده ما يحصلش حبال ورنيش عند حروف الكابوت. معانا مسدس خاص بالبياندر او البليندنج، ومسدس خاص بالبيس كوت اللي هو اللون، ومسدس خاص بالكلير كوت او الجيلاتين اللي هو الورنيش. طبعا احنا خدنا الكبوت من جوه ورنيش، احنا بس عشان خاطر الوقت يعني بتاع الناس، فاحنا خدنا الكبوت من جوه ورنيش والحروف بتاعته، وبعد كده قلبنا وبناخد الكبوت زي ما احنا شايفين كده هون من بره يعني يا رجاله، طبعا على مهلنا. واهم اهم اهم حاجه في الموضوع ده يا رجاله، الفلاش تايم. ننزل الفلاش تايم، لكن الفلاش تايم بقى نقطه هنا بردك حلوه، الفلاش تايم ما يكونش، ما تديش فلاش تايم يعني ما اقولش انزل بالبياندر او البليندنج وادي له الفلاش تايم بعد كده انزل باللون، لا، البياندر هنا هو مطلوب اللي انت تنزل عليه وهو طاري، او البليندنج علشان خاطر كده اخرناه لتاني وش زي ما احنا شايفين يا رجاله. حاجه اللهم صل على النبي، تسلم ايديكم. اي تعليق يا رجاله حلو منكم كده، عرفونا اراكم ايه في الحاجات دي يعني دي، وانت لو عندكم اي اضافات او حاجه تضيفوها لنا يعني، بردك نستفاد من بعضنا. بردك نفس الكلام، بص المسدس هيطلع بره ازاي؟ بص يا رجاله، طلع بره القطعه ورجع داخل جوه القطعه تاني، ما اروحش اقف بالرايت المسدس عند الحرف بتاع الفانوس او حاجه عشان خاطر ما يعمليش حبل ورنيش. الكلام يا رجاله، وفي كلام مش مفهوم قولوا لنا في التعليقات، هنسيب لكم يعني لو حد مش عارف الويت ان ويت او الطري على طري، حد مش عارف البليندنج او البياندر، دي فيديوهات ان شاء الله هنسيبها لكم في الوصف، انتوا عرفونا في التعليقات. ده لازقه مقلوبه كانت محطوطه شلناها عند الحرف بالظبط عشان خاطر ما تعملكش يعني ما تعملكش حرف يعني او حاجه تبدا ان هي تسيح مع نفسها على طول. وهنا زي ما احنا شايفين كده هون بردك الورنيش بتاعنا ماشيين بنظام، والجو الدنيا بيس يعني وتمام. علشان خاطر الناس اللي بتسال على الرشه، رجاله الموضوع صعب ولا سهل؟ هو اي حاجه الموضوع يا جدعان يعني سهل باذن الله وتعود يعني، طول ما انت ايدك في الحاجه وماشي ايدك هتبقى الموضوع تعود معاك وكلام من ده، فيعني الحمد لله الدنيا سهله يعني مفيش حاجه. طبعا حرف المرمى ده يا رجاله تينر تسيح زي ما احنا شايفين، اللي هو تينر المرمات، اللي مش عارف المرمات دي بردك ليها فيديوهات ان شاء الله في الوصف. وهنا بردك كان في لزق مقلوبه زي ما احنا شايفين شلناها علشان خاطر ما يكونش ليها حرف او حاجه، لان في ناس ما بتحبش ايه تخش عند قصه الجونات ما يكونش معاها لزق ازاز او حاجه. لزق الازاز ده اللي مش عارفه بردك هتلاقوه ان شاء الله في الوصف، هو الفوم، فيديوهات كامله عن لزق الازاز والفوم وانواع اللزق واللزق المقلوب وكلام من ده. فالقناه رجاله قناتنا معموله لكل واحد مهتم بالعربيات، خاصة مجال دهان السيارات، فانت لو انت فني او صاحب عربية، القناة دي ان شاء الله تهمك جدا، عندك اي استفسار سيبه في التعليقات وان شاء الله مسؤولين القناة هيردوا على حضرتك. كما تنسوش الدعاء لامواتكم وامواتنا وجميع اموات المسلمين، ولكل واحد شارك في العمل ده. وانا رجالة العمل مجهود جماعي مش مجهود فردي. في اي حاجه سيبها في التعليقات. هنا طبعا اللزقه زي ما احنا شايفين بتبقى موجوده عند دايما الحرف ده، بنشيلها اول باول كده عشان خاطر دي لو خدت سخن وجينا وبعد مرحله السخن جينا نشيلها، الورنيش هيكون ناشف على اللزق وطبقه الدهن فممكن تشلع. فالافضل اللي انت بتكون عامل لزقه كده عند الحرف كده زي ما احنا شايفين كده بتشيلها قبل ما الورنيش يعني اول ما تخلص رش ورنيش دقيقه كده او دقيقتين وتشيلها عشان خاطر ما تشلعش بعد كده هون.
تسلم إليكم يا رجالة حاجة، اللهم صل على النبي، تمام بفضل الله، في أي حاجة سواء في تعليقات يا رجالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.